سيرة نجم، برنامج يروي سيرة ومسيرة نجوم الرياضة الليبية من مختلف الأندية والأجيال. يعد النجم الدولي الكبير علي الزنتوتي أحد أبرز مؤسسي ورموز نادي الاتحاد بطرابلس، حيث لعب له منذ تأسيسه وتألق ضمن صفوفه سنوات طويلة، وتولى مهمة تدريبه وقاده إلى التتويج بالبطولات والألقاب، وساهم في اكتشاف العديد من نجومه، بل وترأس مجلس إدارته. بدأ ممارسة الكرة سنة 1941، وانضم في عام 1943 إلى فريق الشباب التابع للنادي الأدبي، حيث لعب له لمدة عام واحد في سنة 1944. ساهم في تأسيس نادي الاتحاد ولعب لفريق كرة القدم به منذ أول مباراة يلعبها الفريق في نفس العام. قام علي الزنتوتي بتدريب فريق الاتحاد لسنوات تجاوزت 20 سنة متواصلة، من سنة 1950 إلى 1970، وتحصل خلالها الفريق على عدة بطولات، منها 3 بطولات للدوري وعدد من بطولات مدينة طرابلس والمحافظات الغربية. شارك مع الفريق الوطني في مباريات الدورة الرياضية العربية الأولى التي أقيمت عام 1953 بمدينة الإسكندرية، وقد سجل فيها 3 أهداف. في سنة 1963 اعتزل اللعب بعد 20 سنة قضاها في الملاعب كلاعب بصفوف فريق الاتحاد، ولعب خلالها مع الفريق الوطني. تولى إدارة نادي الاتحاد في عدة مواسم، كان آخرها الموسم 84-85. ساهم في تأسيس نادي الاتحاد في عام 1944، وينتسب لعائلة الزنتوتي المعروفة بانتمائها لنادي الاتحاد، وهو أصغر أشقائه مسعود ومحمد ومصطفى. لعب للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد منذ العام الأول لتأسيس النادي، واستمر يلعب له حتى عام 1960. تولى رئاسة الفريق من عام 1953 إلى عام 1960. اختاره شقيقه الأكبر مسعود الزنتوتي للمنتخب الليبي، وشارك في الدورة الرياضية العربية الأولى التي أقيمت بالإسكندرية سنة 1953، وتمكن من تسجيل 3 أهداف في تلك الدورة. أجمل مباراة دولية قدمها علي الزنتوتي كانت مع فريق الاتحاد، وكانت ضد فريق سليمة المالطي عام 1951 بالملعب البلدي بطرابلس، وانتهت بالتعادل بهدفين لهدفين، وكان هو صاحب هدفي الاتحاد. يعتبر من أكثر رؤساء نادي الاتحاد تولياً لهذه المسؤولية، حيث وصلت السنوات التي كان فيها رئيساً للنادي مجتمعة 17 عاماً. في أغلب السنوات التي كان فيها رئيساً للنادي كان أيضاً مدرباً للفريق الأول لكرة القدم، وتوج مع الفريق ببطولة الدوري الليبي ل3 مواسم. تحصل فريق الاتحاد في عهده وهو رئيس للنادي على الترتيب الأول في دورة الاستقلال الجزائر عام 1963، والترتيب الثاني في بطولة الجلاء عام 1970، وكاس الترتيب الأولى في دورة المرحوم محمد علي عقيد الدولية الثانية بتونس عام 1984. عندما كان لاعباً عرض عليه نادي تورينو الإيطالي سنة 1946 الاحتراف، لكنه رفض العرض، وخاض تجربة اللعب خارج ليبيا لفترة قصيرة بتونس مع فريق حمام الأنف في سنة 1951، وهو مدرب قدم للملاعب العديد من اللاعبين الذين برزوا في الملاعب مع الاتحاد ومع المنتخب الوطني.